ولسه مكملين معاكم اخبارنا المحليه. وقرر البرتغالي جامي باتشيكو مدير الفني لفريق بيراميد منح اللاعبين راحه سلبيه لمده 3 ايام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الابطال. وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجيش الرواندي 6-1 في إياب دور ال 32 من دوري الأبطال، وبعد طبعا التعادل سلبيا في الذهاب. من المنتظر أن يعود بيراميدز لمواصلة تدريباته بداية من يوم الثلاث المقبل استعدادا لخوض مباراة أم بي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الدوري. نادي بيراميدز هنأ لاعبه مصطفى فتحي بعد التألق اللي ظهر عليه اللاعب في مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي وفوز بيراميدز على منافسه الجيش الرواندي. شهدت المباراة تألق مصطفى فتحي اللي سجل رباعية في الدقائق 19 والدقيقة 56 والدقيقة 61 والدقيقة 81. أكمل كمان السداسية الثنائي وليد الكرتي ومحمد الشيبي، وأصبح كمان مصطفى فتحي صاحب أول هدف في تاريخ الفريق بيراميدز في الدوري طبعا أبطال إفريقيا بعد أن اقتصرت مشاركته على مدار آخر 4 سنوات على بطولة كأس الكونفدرالية. كمان أصبح مصطفى فتحي أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في جميع البطولات الإفريقية. في جانب اخر بقى، فريق الاسماعيلي بيستعد لمواجهه قويه جدا امام الاهلي. قال دكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي ان احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى تعرض لشرخ في وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وده بعد ثبوت حجم اصابته عبر الاشعه. اكد طبيب الاسماعيلي ان الحارس سيخضع لبرنامج تاهيلي لمده اسبوعين قبل ان يخضع لاشعه اخرى لتوضيح مدى مده شفائه وكمان مدى وحجم تلك الاصابه. ومنح كابتن ايهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي لعبته راحة سلبية أمس يوم الجمعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من المسابقة. نروح بقى لكابتن طارق العشري، وهدد كابتن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلي ب3 أهداف مقابل طبعا هدف في المباراة اللي جمعتهم مساء أمس يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري نايل. وعنف كابتن طارق العشري لعبته بعد المباراة الإسماعيلي بسبب كده الأخطاء اللي ارتكبوها في اللقاء وكلفتهم الأخطاء دي خسارة المباراة، مؤكدا عليهم أن هذه الأمور لن يقبل بها في الفريق، خاصة إلى أن هدف المنافسة على التواجد في المربع الذهبي بدوري ناين. تفهم لعيبة الاتحاد السكندري تعليمات كابتن طارق العشري ووعدوا بتحسين النتائج في الفترة المقبلة وتعويض الخسارة اللي تعرضوا ليها أمام الدراويش في الجولة الثانية من الدوري. كمان النهاردة الساعة 4:30 هيعقد المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وفريق سنجيدة التنزاني في استاد السلام استعدادا لمواجهة المرتقبة بين الفريقين في الكونفدرالية غدا. مفروض المباراة مباراة طبعا دور ال 32 مباراة الإياب الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 6 مساء. من المقرر أن يتم فتح مران الفريقين اليوم يوم السبت والمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وده بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب بفريق سنجيدة في تمام الساعة 6 مساء ثم يأتي مران مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7. نسيب بقى دوري نايل ونروح لكرة القدم للسيدات، حيث بيختتم فريقي وادي دجلة وتوت عنخ آمون استعداداتهم مساء اليوم قبل المواجهة المرتقبة غدا بين الفريقين في كأس السوبر للكرة النسائية اللي بيقام لأول مرة في مصر، وهتتلعب المباراة على ملعب نادي الترسانة ب100 عقبة. وبإذن الله كده هننقلها لحضراتكم على شاشة اون تايم سبورتس. كان وادي دجلة قد حقق بطولة الدوري الموسم الماضي بينما نجح نادي توت عنخ آمون من تحقيق بطولة كأس مصر للسيدات. كان اتحاد الكرة قد استحدث بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة ضمن خطة طبعا الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية. حدد اتحاد الكرة 20 أكتوبر لانطلاق دوري الكرة النسائية بمشاركة 16 فريق، و16 فريق دول هم بيراميدز المصري، طلائع الجيش، الدلفي، البنك الأهلي، المجد الرياضي، سموحة، اتحاد بسيون، وادي دجلة، مركز شباب الأميرية، الطيران، فيوتشر، المقاولين، المعادي، واليخت، وزد، وتوت عنخ آمون.
تعالوا بقى دلوقتي نروح لاخبار الممتاز به، وهيدخل فريق غزل المحله بقياده كابتن خالد عيد في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراه حرس الحدود غدا في اولى مباريات الجوله الثانيه للدوري القسم الثاني، وبيستعد فريق غزل المحله بالقوه الضربه للفريق واللي قادت الفريق للفوز في المباراه الاولى امام جمهوريه شبين في الجوله الاولى من المباراه اللي اقيمت بالمنوفيه. في المقابل يؤدي حرس الحدود ميرانو الاخير مساء اليوم قبل مواجهه غزل المحله غدا، وطلب كابتن محمد مكي لعبته خلال الايام القليله الماضيه بضروره التركيز في المباراه غدا من اجل تحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصه الى ان الفوز في مباراه الغد يساوي 6 نقاط لكون غزل المحله من الفرق المنافسه. ونروح لأسوان، وكمان حرص جماهير أسوان على حضور تدريبات الفريق أمس من أجل مساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام النجوم بعد غد يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري القسم الثاني، وكان أسوان قد خسر في المباراة الأولى أمام بتروجيت بهدفين للا شيء، وهو الأمر اللي جعل جماهير أسوان تحرص على دعم الفريق من أجل عودة الفريق مرة أخرى للانتصارات. ونروح لنادي السكة الحديد، وحذر كابتن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي السكة الحديد لعبته من مباراة يوم الاثنين المقبل أمام مصر المقصة في الجولة الثانية لدوري القسم الثاني واللي هتستضيفها ملعب الأسيوطي. جه تحذيرات كابتن أمير عزمي مجاهد للاعبين بعد التصريحات الأخيرة اللي أدلى بيها مسؤولو الفريق الفيومي حول خوض الفريق مباراته بدوري المحترفين باللاعبين الشباب. نظرا لإيقاف القيد داخل المقصة بيسعى السكة الحديد لتحقيق الفوز الأول لهذا الموسم بعد تعادلوا في المباراة الأولى أمام لافيانا. بكده تكون خلصت أخبارنا المحلية، تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم.